سيداتي وسادتي صاحب الصالون من اشهر وزراء الاسكان كان وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده واستصلاح الاراضي لمده 16 سنه من سنه 77 ل 93 كان ايضا محافظا لدمياط وانشا مدينه دمياط الجديده كامله المرافق وبها المصانع الحديثه المتطوره صاحب 2 مليون وحده سكنيه لمحدودي الدخل إنه المهندس حسب الله الكفراوي المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق وأشهر وزير إسكان عرفته مصر يعني على مدى يمكن نصف قرن آه فرسكور ونشأتك في فرسكور ليها علاقه بـ ب2 مليون وحدة سكنية للفقراء بالتأكيد بالتأكيد لأن لما كلفت وطبعا ربنا اللي كلفني يعني أنا من قرية صغيرة من أسرة آه، فلاحة آه، متوسطة آه، يعني إمكانياتنا محدودة آه. ف آه، اللي كلفني هو صاحب الجلالة لا جدالة في ذلك ونعم بالله يعني لا خالي كان في مجلس قات الثورة ولا أمي كانت في كلاب محمد علي آه. من غير واسطة يعني من غير وسطة. واسطة <applause> ربنا اللي فتح السكة لوحده ويرتبها بترتيبه لغاية ما بقيت حاسس بأن كلفني صاحب الجلالة أن أنا أبقى خدام لأهلي لمجتمعي لبيئتي لوسطي فعلشان كده لما كنت بشوف آه أي طالب سكن بحس أنه ممكن أخويا ابن خالتي ابن عمي بلديات زميلي في المدرسة أه كده يعني من الناس المكافحة اللي عايزة تحقق أدنى طلباتها في الدنيا طب حضرتك لما كنت وزير أي. كنت بتسافر القرية اللي اتولدت فيها واتربيت بالتأكيد. فيها بانتظام بالتأكيد. سيادة الوزير ولا بالتأكيد. على فترات ده بالعكس الـ الـ لما احب اهرب من الدنيا احب ارجع لاصلي نعم لان الطهاره البراءه النظافه الحب لله مم. اللي ما فيش غرض اللي ما فيش مصلحه نعم ف الفترات على قصرها هي اللي كانت بترجع الواحد من زحمه الحياه لنفسه طب قبل ما نكمل الدردشه مع ضيوف حضرتك في صالونك الكتاب بتاع القريه بيفكرك بايه بيفكرني بالدروس الاولانيه اللي الحمد لله استمرت معايا لغايه ما بقيت 73 سنه ربنا يديك الصحه يا سيد رزير. بيفكرني بان الحرام ما يتعملش لان ربنا شايف والعيب ما يتعاملش لانه ما يصحش والمجتمع برفضه ده سيدنا اللي علم حضرتك أ. سيدنا اللي في الكتاب اللي علمك اول معلم ليا لا جدال امي نعم لا جدال الحرام ما يدخلش البيت ده 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 مبدا قاطع نعم ما نسمعوش وما نعرفش عليه وما نعرفوش وكبيرة بالكبائر نعم. آه. حرام ما يخشش البيت مم. وبعدين التقيت العطاء الأم اللي بتعطي مم. بس لولادها لولادها وجيرانها وقرايبها وحبايبها والأم الفلاحة المصرية الأمية البسيطة مم. اللي قلبها يسع الدنيا كلها او مجتمع القريه كله الله طب اسمح لنا بقى حضرتك بعد ما نكمل دردشه صالونك ان احنا نهدي صالون المهندس حسب الله الكفراوي لوالدته لا جدال في ذلك والحاج محمد الكفراوي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه قعدت معاه لغايه ما بقى سن 15 سنه نعم انما امي قعدت معاها لغايه ما بقى سن 36 سنه ايوه طب نكمل مع حضرتك بقى بعد اتفضل <applause> ودخلنا سيداتي ساداتي للصالون ولصاحب الصالون في ضاحيه من اجمل ضواحي القاهره ضاحيه جاردن سيتي 21 شارع جمال ابو المحاسن جاردن سيتي والتقينا مع صاحب الصالون وضيوفه المهندس حسب الله الكهراف الكفراوي أهلا, اهلا وسهلا سياده الوزير واهلا بضيوف حضرتك اللي احنا كلنا عارفينهم لكن حضرتك هتعرفهم بقى للساده المشاهدين هم الحمد لله شرف ليا ان يكون اخويا الكبير والمثل الاعلى وقدوتنا ابراهيم بدران اه طبعا دكتور ابراهيم بدران دكتور ابراهيم بدران اهلا وسهلا دكتور, دكتور الغلابه <applause> واستاذ الاساتذه <applause> اهلا وسهلا آه بيسعدني اخويا العزيز نعم اللي هو حسن ابو باشا اه طبعا وزير الداخليه صاحب الحس السياسي اللي بيحس نبض المجتمع كله ويستطيع ترجمته بصدق وبامانه وبالكلمه الشجاعة وبعدين تشوفيه في ادارته تفكريه سفير ازاي سفير مع, مع مع الـ مع مع حد السيف يعني ما فيش غلطه لفظ يعني يعني مشهور عن بعض ضباط الشرطه الالفاظ آه اللي احيانا بتبقى قوية يعني اه نعم حسن وباشا سفير بيتكلم نعم. بيدير صارم نعم. باسلوب سفرة اهلا سيادة الوزير اهلا شكرا وسحك. على الشهادة دي يعني <تصفيق> <تصفيق> اعتز بيها طبعا يعني انا ما بعرفش <تصفيق> <تصفيق> لا والله اعتز بيها معرفين اه طبعا كلهم معروفين اغنيه عن التعريف آه اهلا وسهلا اهلا بي. ماهر اباظه آه. اعرفه من اول الستينات نعم. السهل الممتنع بمعنى بمعنى م. القلب النظيف اللسان النظيف المخ النظيف <تصفيق> <تصفيق> احسن هو المخ النظيف <applause> <applause> اهلا يا <applause> يعني انا زي ما بقول في بعض الاحيان ان ثروه البني ادم في اخر عمره في ناس بتحسبها بال بالفلوس يعني آه. انا بعتبر ان ثروتي اخواتي آه. واساتذتي وقدوتي هم كانوا وزراء في وحضرتك وزير انا اول واحد زميلته كان الاستاذ الدكتور ابراهيم بدران آه. أيوة. سنه 77 ايوه التواضع الجم لا معروف الدكتور العلم أجراني. الغزير الانسان اللي تحبيه لاول مره اول ما تشوفيه زي اخوكي زي صديق عمر من اول ما تشوفيه وحضرتك قلت لي في اللقاء الثنائي انه كنت منحاز للفقراء وعرفت الدكتور بدران ان آه هو, هو دكتور الغلابه دكتور الغلابه <applause> دكتور الغلابه انا لاحظت يا سياده الوزير انه الصالون حضرتك فعلا يجمع مجموعه من الوزراء و واحنا يعني بنبقى سعداء جدا ان احنا نلاقي علاقات انسانيه تجمع وزراء في وزاره واحده وتستمر هذه العلاقه حتى بعيدا عن المواقع التنفيذيه وعن السلطه عكس كتير من الوزراء مشحنات ومقارنات سلبيه. تمام. أه وهما الحقيقه وزراء الزمن الجميل. أيوة. يعني الدكتور بدران يمكن ساب الوزاره سنه 78 79. نعم. وراح جامعه القاهره وراح اكاديميه البحث العلمي. نعم. انما الحمد لله ان العلاقه من 78 79. انا عرفته لما دخلت مجلس الوزراء سنه 77 نعم العلاقه لغايه النهارده وكل يوم بتنمو مم. في الله لا ليه مصلحه عنده ولا له مصلحه عندي انما لما لما يغيب احس ان حاجه ناقصاني ادور عليه يعني علاقه ثلاثين سنه تقريبا الحمد لله الحمد لله <applause> الحمد لله, <applause> طب قبل ما اسمع دردشه حضرتك مع ضيوفك في الصالون انا لفت نظري ست الوزير التربوش اللي على الترابيزه اه ده يعني حنين وشوق الى الماضي ولا اشارته دلالته <applause> انا عايز بعد اذنك <applause> يعني من غير من غير فزلكه جبنه نعم <applause> <applause> يا ريتها عارت ايام <قيب> الترابيز <applause> <applause> يعني حضرتك كده هو التربوش ده اللي هو التركي ولا المصري القديم لا المصر المصري القديم المصري اه المصر يعني عشان لما يدخلوا الصالون ياخدوا بالهم بالعادات القديمه <تصفيق> 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 طب احنا هنسمع يعني حضرتك هتحب تكلم ضيوفك في ايه وتكلم الساده المشاهدين احنا دايما يعني زي ما قلت لحضرتك دول اشقاء فكل ما بنتقابل بنتكلم في الدنيا <دعم>. في الايام يعني يمكن بنفتكر اوقات آآ آآ يعني جماعتنا زماله عمل وطبعا لها اعز الذكريات في نفوسنا جميعا وبنفتكر مواقف مختلفه ومتبادله كلها من فضل الله علينا انها كلها قيم عليا وقيم ساميه ما كانش فيه في حياتنا أبهة منصب لما تشوفي احنا الثلاثة اهو اربعة ما كانش فيه واحد راسم نفسه كوزير لا ده صاحب رسالة وربنا كلفه بيها وبيأديها بيعبد ربنا في الموقع ده أبهة المنصب ما كانش موجودة شوف ابراهيم بدران وزير الصحة لا عربيته عسكري ولا في عربيته عسكري ولا مرسوم ولا صاحب المعالي ولا ما كانش من شروط الوزاره يا دكتور بدران ان يبقى فيه يعني بالاجبار لازم يبقى فيه حراسه امنيه وكده؟ ما حصلش غير بعد مقتل يوسف السباحي لا. يعني عمر ما كان اكتر من المعاون اللي بيبقى قاعد جنب السواق إنما ما جاش الأمن على علينا وإحنا في الوزارة غير بعد مقتل يوسف السباعي. ليه؟ إنه كان التيار اللي بيجتاح المنطقة في عدوان شديد. طبعاً سادة وزراء الداخلية كانوا خايفين علينا فابتدوا يحوطوا علينا بالأمن الحقيقة لأن مقتل يوسف السباعي كان نقطة تحول في تاريخ مصر من ناحية العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. آه. لكن حضرتك لو لو قلت انا مش عايز امن، مش عايز ممكن. حراس ممكن كان وزير الداخليه مز... ساعتها يعمل يزعل يوافق ولا يزعل؟ <applause> لا المفروض طبعا وزير الداخليه بيقي يعني بيحكمه تقديره للموقف الامني وحرصه على حياه اي وزير او اي مسؤول بجانب طبعا حرصه على المجتمع باكمله يدفعه أن يقنع هذا المسؤول ان في يعني الظروف بتستدعي ان يكون في حراسه وممكن الحراسه يبقى شكلها هادي ومتزن بحيث انها يعني ما تسرش اي نوع من المضايقه لا للمسؤول ولا للي حوالين المسؤول بس دي معادله صعبه سياده الوزير يتهيأ يعني الناس ساعات لما يلاقوا وزير ساكن في منطقه سكنيه والحراسه في الشارع من اول الشارع لاخره بعض السكان يشعروا بمضايقات ما يبقوش عارفين يدخلوا الشارع مش عارفين يركنوا وفي الوقت نفسه المنظور الامني يحتم هذا. لا والله انا عايز اقول لك حاجه بقى غلط ان يبقى في شوارع مقفوله عشان حراسه امنيه او. أو, أو. يعني انا ما تصورش ان المسائل بالشكل ده انا حضرت ستة وزراء داخلية <applause> حضرت ستة وزراء داخلية نعم <applause> كان نمرة اتنين اللي هو حسن ابو باشا زي ما قلتلك. الصرامة في الشغل وال والشياكة في الكلام <applause> الراجل ال شرطة راجل شرطة راجل شرطة يعني غير وجهة نظر حضرتك عن وزير الداخلية ما تحسيش بالتأكيد لا. لما تتفرج عليه بتكلم في مجلس الوزراء على المواقف الصعبة عمر ما زلت لسان عمر ما خرج في عن الموضوع واللي عايز يقوله بيقوله في بالوضوح إنما مع الأدب الجم الرفيع وبعدين شرطه انما ما تحسيش يعني اكل عامل حراسه انما مش زهره ما حدش يحسها يعني عارف ايه اللي بيجرى في البلد وهو قاعد انما ما بتحسيش الكركبه اللي بتبقى موجوده احيانا مع بعض الناس اللي اعصابهم تفلت لا اعصابه زي الحديد وراجل شرطه شرطه انما بالشياكه المعهودة فيه. ايوه بس يعني مرضو عاوز اكمل ان يعني غير معقول ان نقعد الشوارع تتقفل عشان حراسه مسؤول ما كانش الكلام موجود بالعكس الحراسه المفروض بصراحه يعني ما حدش يشعر ان في حراسه ولا نبقى بنعلن عن ان هنا في مسؤول فانا بتصور ان الحراسه الى حد كبير ماشيه بشكل منطقي وبشكل مناسب ما فيش مساله الشوارع اللي بتتقفل دي والكلام ده بتصور كده طب ما حصلش ان سياده الوزير ماهر اباظه رفض الحراسه لا ما زي ما, ما قال الوزير صعب لكن كنا بنعمل ازاي بقى كان بيجي لنا واحد على الباب بتعرفوه بس صح بتعرف واحد واقف كده بين الناس اللي فيه على عمان انا ساكن في عماره في زمانك فبعدين العربيه بتكبي عربيتك وكان زمان زمان الدكتور بدران واحد كان يعني بيقعد جنب سوا كده وحتى انا كنت له دايما انت المسدس بتاعك ده اشتغل بقاله خمس عشر سنين يعني ما يمكنش حتى يضرب مسدس طيب قوي وبعدين لما حصلت بقى الحوادث دي حطوا لنا يعني عربيه وفيها ظابط وظابط يبقى قاعد موجود برضو يعني ما الشطاره ما حدش يشوف بحس بيكي عربيه ماشيه وعربية تانية جنبها ماشية ولا حد شايف حاجة وبعدين بوصل البيت بقول لهم مع السلامة العربية التانية ما كانتش موجودة على أيامنا يا لا لا, لا معلش أنا حضرتك بعد الحوادث في ألمانيا بعد مقتل يوسف سباعي على طول وفعلا كان معايا اتنين من وزارة الداخلية احتياط لأن كان في طيار شديد جدا فقالوا لهم لا انتوا استريحوا احنا مسؤولين وخلاص كنا في ميونخ كنت برد زيارة وزير صحة ألمانيا وفات الأربع أيام بتوع الزيارة ولفيت 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 وبعدين وإحنا راجعين بقى من اللوكاندا إلى المطار نروح جاء واحد مندوب من وزارة الداخلية يوصلني للمطار فبيقول لي إحنا أسفين قوي لحسن تكون اتضايقت من الأمن قلت له أمن إيه أنا ما شفتش حد قال لي لا إحنا كنا حاطينك بعد الحوادث اللي حصلت لواحد مصري في قبرص كنا حاطينك تحت الملاحظه مش كل دقيقه كل ثانيه واقسم بالله ما شفت واحد <تصفيق> شفتي <تصفيق> ما شفت <الواحد تصفيق> يحرس <applause> بدون ما يشعر والله يا المفروض <applause> كده اي والله ما شفت حد <applause> قال لي كنا حاطينك تحت الملاحظه ثانيه ثانيه <applause> المفروض لحسن يحصل حاجه وده يعني بالتالي كمان برضه من... تكررت في لندن برضه بس برضه في في الثمانينات يعني لا. رحت لندن برضو زياره رسميه ورحت هناك وبعدين في العاده في يعني بيحطوا حراسه انا ما لا, لا شفت حد ولا سالت أحد حد وبعدين في الاخر قال لي السفير برضه قال لي كان عندي حراسه بس حراسه غير مرئيه بيسموها كده هناك يعني ف... لكن سياده الوزير ابو باشا الحراسه من مواصفاتها انها كمان لا تسبب مضايقه لصاحب للمح... للمحروس <تصفيق> <تصفيق> ليه تسبب له مضايق يعني ساعات ان هو يحتاج يستاذن او يبقى فيه كده شويه طقوس قبل ما يروح لشغله او قبل ما يرجع بيته لا لا ولا طقوس يعني ولا حاجه, حاجة. <applause> اجراءات الامن دي في جميع دول العالم بتتم والمسؤول المفروض تتحط عليه حراسه المفروض ما يشعرش زي ما يقول بالحراسه وما تبقاش عامل مضايقة ليه مفروض كده وبرضو يعني يمكن احنا بنبالغ شوية والاخبار بتبالغ شوية بالنسبة للحراسات وبتاع ويقولوا الشوارع بتتقفل والحراسات مش عارف ايه أنا ما هي فيها شيء من المبالغة شوية شغلة الوزارة دي بالأمانة والله إنما كانت فترة بيع للوطن الواحد بيدخل عشان يخدم لا يحسب حساب ريسك اللي بيحسب حساب الريسك والخطوره والمخاطر اللي حافظين على الوطن القائمين إنما على انما اي حد فينا حضرتك حضرتك عمرك فكرت انك في, في موقع خطوره ابدا انما كانوا هم اللي حاملين حساب المخاطر اللي على الناس اللي باعت نفسها للوطن مهندس حسب الله الكفايه حضرتك قعدت 16 سنه في الوزاره وسياده الوزير ماهر حوالي 20 20 اه يمكن دكتور بدران أنا سنتين وبقيت سنتين وسياده الوزير ابو باشا قعدت حوالي ست سنين اه يعني فعلا ان الواحد يبيع نفسه للوطن ويقعد زي ما الدكتور بدران بيقول عبادة كم ساعه يا دكتور بدران شغل والله 18 عبادة. 18 ساعه عبادة وقلت 16 سنه عبادة عبادة لوجه الله ولوجه مصر ما فيش هوا تاني مهندس ماهر اباظه برضو كان يحسها عباده والله انا, أنا يعني طبعا هي عباده قطعا هي عباده بس طبعا مش يعني انا مثلا كنت بطلع الصبحيه اروح على المكتب اخلص المكتب على الساعه 4 5 انزل كنت بس كنت انا كان عندي شويه زياده حكايه اني استلف للـ 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 الكهرباء فكنت لازم ابقى صديق السفره وصديق الجماعه الممولين فكنت اروح مثلا احضر كوكتيل ربع ساعه وبعد اتعشى بعد ربع ساعه واصاحب جميع رجال اللي بيدوا فلوس وعشان كده جبت برضه لانه حقيقه كفروا عنده فلوس كفايه لانه الاسكان محلي لكن انا عشان اجيب محطه كهرباء عاوز ملايين دولار, دولار انت بس نقطه ظريفه جدا عملت احصائيه للصرف في 18 في 16 سنه 38% من ميزانيه الدوله و62% يا قروض يا منح. منح منح يعني مشروع القاهره الكبرى بتاعه المجاري اللي هو اكبر مشروع مجاري في الكره الارضيه في العالم لغايه النهارده نمرة واحد في الحجم بيخدم 17 مليون نسمة وقبل هذا المشروع كان في 200 منطقة طفوح في القاهرة كانت اسرائيل بتبعت تصورهم البط عايم فيهم والابناء المصريين الاطفال عرايا النص التحتاني بتاعهم وماشيين في قلب برك المي لا. وبتصوروا بيطلعوا من في الصحف المعاديه طبعا الاجنبيه علشان يقولوا مصر اهي علشان يحطموا السياحه ويحطموا الاستثمار ويحطموا آه كل امال مصر لا. فتعمل مشروع مجال القاهره منحه من الحكومه البريطانيه منحه من الحكومه اليابانيه منحه من المعونه الامريكيه فبالتاكيد يعني زي ماهر بيبا قال بيلف يعمل صدقات عشان يستخدمها لخدمه الرساله اللي هو ربنا كلفه نعم دي عباده ولا مش عباده عباده ومتعه في آه الوقت آه نفسه يعني حضرتك حسيت بس. آه منك يعني قدرنا نستلف او يعني مش بيستلف انا اقول لك منح و... ضخمه و... جدا الخد. انا ما معروف مصر باصالتها ومعروف مصر بتاريخها ومعروف مين هي مصر اقدم حضاره في التاريخ وجينا في فتره صعبه الامكانيات محدوده والتطلعات كبيره طب علشان نحقق هذه التطلعات والامال ساعات كنت بتتكلمين على 2 مليون و400 الف شقه هل ميزانيه مصر في الفتره دي كانت تستحمل انشاء الكلام ده لا انا بضرب مثل بمجاري القاهره دا. اكبر مشروع صرف صحي في العالم اللي كلف له على الاقل كده 3 مليار بحسابات الايام دي نعم طب كان يجوا منين إيه؟ منح منح وعلاقات إنسانية مع السفراء. يعني السفير البريطاني وقتها آه السفير الأمريكي وقتها رئيس هيئة المعونة الأمريكية وقتها آه. سفير الياباني وقتها آه. والعلاقات الإنسانية وشايفين هما ما هماش هوبز. آه. عارفين إنه راجل متجرد مالوش هوى مالوش مصلحة غير إنه بيخدم بلده آه. وبيشوفوه نموذج اه النموذج ده يستاهل نساعد. ده انا عاوز ازود كلمه قالها لي سفير امريكا والله يا فندم مم. قال لي بقول له يعني احنا تقلنا عليك كان كان قاعد كان اسمه هيرمان ايلز قاعد في مصر ثمان سنين بقول احنا تقلنا عليك وبتاع قال انا سعيد جدا ان انا بخدم كلمه قالها لا انساها ابدا انا بخدم سيلفليس بيبول ناس ليس لهم مصلحه خاصه تمام سيلفلس. تمام لا لا يوجد لهم شيء في نفسهم هم بيخدموا بلد واحنا سعداء ان احنا بنخدم ناس بيخدموا بلد نعم والله بقى سيلفليس <سؤال> بيبل اول مره كنت اسمع كلمه سيلفليس آه دي يعني بلا أغراض مفيش حاجه في نفسه آه آه فيش اي انانيه آه مفيش, أي آه مفيش اي غرض شخصي اي غرض شخصي يعني اذا من مواصفات برضو اختيار الوزير في مصر هو ان يكون هو شخصيا نسيج وحده يعني نموذج مشرف عني. جدا يساعد على ان ان نحصل على ما نريده من الاخرين 38% من ميزانية الدولة آه. و62% آه قروض ومنح المنح 16% من بال62% آه. والقروض دي مؤثرة جدا وقروض جدا قروض ده حكومية نعم آه. قروض حكومية طب ده ينطبق على وزارة الداخلية؟ لا أنا عاوز أقول كمان أضيف لكلام السيد الوزير الكفراوي يعني المسألة سواء الدول الأجنبية إدت منح أو إدت قروض أو بتاع فهي بتشوف سياسة البلد دي ماشية في خطط تنمية ولا لأ، الوزراء المعنيين الدور التخطيطي بتاعهم وسياستهم المستقبلية ايه، ومن هنا بتشوف إن المستقبل مبشر فبتبدأ تفتح باب القروض وباب المنح. ومثلا الوزير الكفراوي ايه اللي بيميز الوزير الكفراوي؟ وزير الكفراوي من الناس اللي القاسي والداني يشهد له بانه رجل صاحب رؤيه مستقبليه لمستقبل مصر وبيخطط هذا البلد في المستقبل هيبقى احتياجاته الاساسيه ايه؟ ومن هنا بدأ بدأنا نشوف مثلا محطة المجاري الكبرى اللي في القاهرة اللي عليها دي على المستوى العالمي. المدن الجديدة اللي حوالين القاهرة اللي أصبحت بعد كده مدن صناعية ومليارات الاستثمارات فيها. التخطيط الهندسي للقاهرة الكبرى للمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى لمدينة السادات اللي النهارده فيها استثمارات بمليارات برضو مثلاً. فالوزير صاحب الرؤية المستقبلية لا. هو الوزير اللي بيدي ثقة للغير انه يحاول يساعد في خطة التنمية اللي الوزير ده بينفس فيها وطبعا خطة التنمية دي بلد كلها بتتبناها وقيادة سياسية بتتبناها فتمشي الأمور وهذا الوزير يسيب بصمته التاريخيه مهما ابتعد بعد كده عن الوزاره انما يفضل هذا الوزير له البصمه التاريخيه لانه عمل للمستقبل ده صحيح لانه خطط للمستقبل طب عندما ما بصش تحت رجليه فقط طب عندما يهاجم إنما إنما عندما يهاجم سياده عندما يهاجم وزير ما له رؤيه مستقبليه ويبتدي يعمل حاجه للمستقبل والناس برضو عايزه تلمس حاجه سريعه وبسرعه فبنبص نلاقي انه بيحصل ان هذا الوزير مثلا سواء وزير اسكان او وزير صحه او وزير كهرباء او وزير يهاجم على صفحات الجرائد فماذا يفعل؟ ما هجم ما ليه؟ هقول حاجه الساحل الشمالي أنا لا انا عايز اقول لك على حاجه مثلا يعني الناس في بعض الصحفيين او سمعنا انه ما هي جدوى الساحل الشمالي؟ طبعاً. احنا محتاجين اكتر كذا الاولويه تبقى هنا ما تبقاش هنا اكتر يعني بيبقى فيه نقد ساعات يوجه فيه نقد ساعات يوجه نعم الشعب بتاعنا انتهى الذكاء بالنسبه لساحل الشمال. للساحل نعم. الشمالي نعم الساحل الشمالي كان فيه ستة مناطق هم دلوقتي بيشكروك يا سياده الوزير على انا عارف انا عارف التاريخ هيقول اكتر نعم انا عارف طبعا مصر قبل وزاره التعمير بتاعت 77 كان فيها الدلتا والوادي بقيه المناطق بتاع خريطه مصر المليون كيلو مربع اللي في احلى قطعه في العالم ألف كيلو في ألف كيلو ما بين ثلاث قارات ثلاث ثلاث قارات كانت مناطق نائيه الريموت ارياز الساحل الشمالي منطقه نائيه يا للهول وبتحكمها الحدود مش الداخليه سلاح الحدود اللي بيحكمه نعم. وظابط حدود يجيبوه لمحافظ مرسى مطروح. واخد بال حضرتك؟ سينا مناطق نائيه بتحكمها الحدود، واللي يعدي لازم معاه تصريح حدود. واللي يركب رايح ناحيه مرسى مطروح لازم تصريح حدود. آه الساحل البحر الاحمر حدود. بحيره السد العالي والوادي الجديد. مناطق نائيه. مش ممكن اطلاقا مصر تبقى عايشه في بعض مناطقها تبقى نائيه بالنسبه للمواطن المصري لما تبقى مواطن لما تبقى بالنسبه لمنطقه نائيه تبقى ايه بالنسبه للاجنبي؟ اذا كانت هتبقى منطقه نائيه بالنسبه لي اذا ما كانتش تترابط بالطرق والكهرباء والمساكن وميه الشرب والصرف الصحي ويبقى فيها مناطق جذب واستثمار للموقع. تمام الساحل الشمالي اسطوره قبل كده قبل التعمير شويه معيز مع شويه خيام شعر مع شوية, آتون. شوية مع شويه تين مع شويه تين وزيتون التين والزيتون لغايه العجم اه ما بيكملش بقى بعد العجم ما فيش تين وعلشان كده بيسموه تين العجم نعم. <applause> 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 واخده بعد كده لغايه السلوم بقيت ال 400 كيلو اللي فاضلين دول ما فيش يوم حد اتفرج عليه دلوقتي الدوله بنت ثلاث قرى فقط نعم الشعب بقى بنى حوالي 100 نعم يعني الدوله بس عمل. نسبة الإشغال لغاية دلوقتي سيادة الوزير في الساحل الشمالي ما هيش بس ما عملش حتى أنا بقى مداخلة بقى مداخلة بقى, مدخلة بقى. لما, لما قدك آه. أنت القرى عملهم إزاي؟ نعم آه. ما أنا بقى ماشي وراه بالكهرباء آه. فهو بيحطني في الموقف اللي لازم أقرب آه. فكانت اسكندرية لغاية اسكندرية فيها كهرباء فهو راح حاطط برأيه خمسين كيلو تقريبا من من اسكندريه. فانا حزحفنا وراه بالكهرباء. أي. وبعدين راح حاطط مرابيلا كمان حوالي يمكن 25 كيلو. كيلو اه. رحنا زحفين وراه. راح حاطط مراقيا آس مارينا. بقى دي اللي بقت مدينه اسكندريه. فرحنا زحفين وراه وفضلنا وراه لغايه لما وصلنا سلوم فلولا انه هو عنده الشجاعه انه يعمل حاجه بهذا المستوى والناس تمشي وراه ما كانتش الانفراستراكشر الـ او الـ <خش> تمشي وراه وبعدين عايز اقول حاجه احنا بنبص للساحل الشمالي اللي اتعمل فيه قرى سياحيه لا ده اتعمل فيه كتير قوي يعني كان فيه طريق اسمه طريق الموت معروف انه شويه اسفلت الانجليز حطوهم في الحرب العالميه الثانيه على المدق بتاع الطريق ده كان الطريق مفيش غير كده اينما سرتي تلاقي على يمينك او على شمالك عربيات مقلوبه ومحروقه بقى في اوتوستراد ثلاث فرد يمين وثلاث فرد شمال وجزيره في النص وخط ميه 700 ملي وبعدين الخط ميه 1000 ملي بينقلوا ميه شرب بس وبعدين خط من المية عكره وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه مثال صغير جدا يعني طبعا. انا جبت 2 مليون شتلة زيتون اهو نعم. البدو عايزين يتوطنوا أي. يعني الساحل الشمالي ما هوش القرى السياحية فين جنوب الطريق جنوب الطريق في بدو بدو طبعا. روح اتفرج على القصور بتاع البدو لا. الطريق اللي بكلمك عليه من ما من اسكندريه المرسى مطروح ده. تمشي فيه دلوقتي احنا الساعه كام بالليل؟ تلاقيه زي شارع فؤاد. منور, منور. وشماله والبركه في مهر أباص اه واخده هذا الطريق لما طلبت في التخطيط في بالخطه آه عمله ادوني خمسة مليون جنيه في الخطه الخمسيه الاولى. على خمس سنين يعني السنة بمليون هو هيتكلف مئة مليون وقتها يعني ان شاء الله عايز مئة سنة نعم توكلنا على الله نعم. هو نعم. خلص في سنتين انجاز انجاز بس برضه يا سياده الوزير نرجع نقول الطريق ده مش محتاج مستوصفات يبقى فيه في محتاج محتاج مراكز خدمات صحيه ما عليه مراكز خدميه يعني في عايز اقول لك على حاجه أوه. اللي يقدر يقول كن فيكون واحد فقط لا يتكرر. الله سبحانه طبعا ونعم بالله بالله. طبعا. كن فيكون كل معهد. الوسائل طبعا. في ايديه. طبعا. وكل القدره بتاعته. القوي. نعم. ما فيش غيره. نعم. اجتهادات بشريه. الوزير بقى نعم. في بلد زي مصر امكانياتها محدوده وتطلعاتها كبيره وامالها عريضه. نعم. بيعافر. يجاهد. بيجاهد في سبيل الله وربنا لوحده هو اللي هيكافئه مش حد تاني يعني هو ما بنتظرش ان حد يقوله له في الاخر ابدا بس الناس عارفين قدر المهندس حسب الله كفراوي ما انا بقول لسعادتك الناس بتوعنا و... الفطره آه. السليمه شهاده تقدير كبيره آه. وشعبيه واسعه جدا يا سلام سيادة الوزير الله شاهد والحقيقه لكل عليك. لكل ضيوف حضرتك يعني بصراحه يعني انا دكتور بدران والمهندس ماهر اباظه كلنا كنا خايفين من على من الكهرباء والنور يتقطع انما الحمد لله يعني بفضل مجهوداته انا عاوز عاوز اقول حاجه قبل ما نسيب الساحل الشمالي لما اتعمل الساحل الشمالي كان في جنوب الساحل هذه المنطقه كانت مرسومه وتخططت وتعمل فيها ترع واتعمل فيها مباني ولغاية النهارده و... موجوده لغايه النهارده أه. بس لسه الميه ما كفتش انها تنزل فجايه تتزرع 100 100 مية وهتعمل ده في 400000 فدان هيتزرعوا على المرافق يعني شوفي الساحل الشمالي ما فيش عايز اقول اوضح حاجه اساسيه ما فيش وزير بيروح ينام في بيتهم ويحلم يجي له حد لابس ابيض أبيض ويقول له يا ميمون روح اعمل كذا <applause> او بالطق في دماغه نزوه روح اعمل كذا اذا ما كانش يدرس على اعلى مستوى وبالتفصيل الممل لانه ما بيشتغلش في بيته ده بيشتغل خدام لشعب مجيد فقير لازم يراعي ربنا في كل مليم بيصرفه ويخاف على كل ملم ما زي ما يكون بيقطعه من ف الساحل الشمالي اتعمل له مجموعة للدراسة كانت مين المجموعة الدراسة دي بعض اقطاب مصر اتعمل دراسات تفصيل التفصيل والدراسة مش حدوتة لا الموارد ايه بتاعت الساحل الشمالي الجو الزراعة التعديد طب ايه التعديل اللي موجود حجر ايه وحجر ايه الزراعة فين المناطق الاحسن للزراعة اللي يوصل لها الماء بسهولة وبتكلفة قليلة طب السياحة المناطق اللي هي الحلوة في السياحة تفصيل التفصيل وهذه الدراسة بتعمل لها لجنة علشان تحط مواصفات الدراسة المطلوبة التيرم ذو ريفرنس اللي بيقولوا عليه آه. بتتعمل الدراسه على ضوء آه. بعد ما بتتعمل الدراسه بتتعرض على متخصصين اساتذه متخصصين مصريين آه. غير المشرفين الاربعه الاقطاب دول طب في نهايه الدراسه دي الدراسه بتقول انه هذا المشروع او التخطيط المستقبلي هنبتدي نلمس اثاره مكتمله يعني ايجابياته كلها بعد قد ايه يعني مثلا بيقولوا الساحل الشمالي بعد 30 سنه هيبقى نسبه الاشغال فيه 100% ولا ايه او مدينه ما مدينه جديده زي 6 اكتوبر دي بقى دي بقى بتجيب الدراسه على هذا السؤال بتجيب بتجيب وبتحط معايير نعم وبتحط آه، مقاييس آه. بس بتحصل الظروف بتتغير زي المشروع اللي بتكلم عليه الدكتور ابراهيم بدران بتاع آه. احنا عملنا مشروعات اصلاح اراضي آه. على الضفه الثانيه للطريق آه. الطريق اللي قلت لك عليه ده واجهته القرى السياحيه على البحر آه. وراه زراع آه. في ترعه هناك اسمها ترعه بهيج المفروض ان هذه الترعه توصل لغايه العالمين ال 240 الف فدان الاولانيين دول تت... ال 400 الف فدان الاولانيين دول يتزرعوا بميتها لغايه اول حقول الالغام واخده بال سعادتك كل المجاري المائية بتاعتها معموله تت... وانت رايحه ما... ما... مارينا على الطريق الصحراوي وادي وادي النترون وادي النترون. هتروح تلاقي الترع موجوده والكباري موجوده عايزه الحنفيه بتاعت الميه تتفتح ويا رب تتفتح انا, أنا عاوز اعلق هنا بنقطه صغيره او منطقيه انا بحاكم من المنطق هنا آه. يعني حضرتك بتتكلمي عن مشروع اتعمل بقاله 20 سنه الساحل الشمالي عشرين سنة دي مصر زادت فيهم حوالي 30 مليون بين خمسة 25 و مليون و مليون مش ممكن كان الزيادة الكبيرة قوي في عدد سكان مصر كانت هتبقى اسكندرية بس هي المصيف اللي السبعين مليون دول هيروحوا يصيفوا فيه القادر من السبعين مليون يعني كان لازم رضينا ام لم بنرد؟ حتنشا قرى سياحيه اخرى على الساحل الشمالي عشان تواجه الزياده السكانيه الممتده في مصر الا وسط زي ما بنقول في عشرين سنه الى ما يقرب من ثلاثين مليون بني ادم كما لم يحدث في اي دوله اخرى ده انا عاوز اقول برضو الحوار فكرني مره رحت ازور كفراوي بيه في الوزاره واحد من الساده الصحفيين كتب ان المدن الجديده دي مدن اشباح وكان آه. عصبي جدا تفضل آه. آه. يا سيدي بعد ما تعبنا وعملنا يقولوا على كان مدينه السادات اظن آه. وكتب عليها صحفيين طب روح شوف السادات فا آه. والله آه. وبعدين كفروبي بيقول لي انت نعمل ايه؟ ارد عليه قلت له لا ما تردش احنا سيب المستقبل سيب المستقبل هيثبت كل حاجه بس انا عاوز ازود لك حاجه ان المدن الجديده دي هي مصر القديمه اسيوط كان تعدادها 80000 اسكندريه قبل سنه 42 لما اتفتحت الجامعه هناك كانت 80, 90, كان تعدادها 80000 او 90000 النهارده بعد الجامعة النهارده 8 مليون 7 مليون طيب اه, آه. فقلت له ايه انا آه عندي آه فكره ان تعليم بيعمر المناطق صح فراح ايه مالف جمعيه اسمها جمعيه تنميه المجتمعات الجديده وجاب فيها اساطير من مصر وبت... وانا قعدت كتبت له ورقه يمكن موجوده عندي في البيت لغايه النهارده عن التعليم للتعمير فاكرها حضرتك؟ آه طبعا التعليم للتعمير وابتدينا ن... نفا... النهارده 6 اكتوبر فيها اربع جامعات ولسه هتتعمل فيها جامعه النيل ويمكن تتعمل فيها برانشز لجامعات أخرى القاهره بتبني مم. مش بست أكتوبر الجماعة الألمانية في التجمع آه. الخامس العاشر آه. آه. آه من رمضان فيها معهد النهاردة وحيد في نوعه في المنطقة آه. معهد تكنولوجي العاشر من رمضان ما تلميذ بيتخرج منه ما يلاقيش وظيفة أو بيتهافتوا عليه بتوع الشركات مم. فعاوز أقول إن الفكرة ولدت أفكار طبعا والجمعيه دي اشتغلت في هذا المجال, المجال. لا وبعدين برضو تكمله عشان يعني الكهرباء بيبتدي عمل الساحل الشمالي وبعدين عمل كميه من المدن الجديدة منها مثلا طبعا اكتوبر 10 رمضان ما شاء الله دي في شرقية احنا متشكرين يا استاذ وبعدين البرج العربي الجديده يعني عدد الحاجات اللي اضافها زائد تعبير سينا في الشمال زائد تعمير زي ما قلنا المنطقه بتاعت كل دخل الواحات فالنقطه بقى <applause> احنا غلابه معاه احنا لازم نجي لانه ما يمكنش هو يعمل حاجه ما فيها كهرباء وطاقه ما فالخطوط الكهرباء لو حضرتك شفتها دلوقتي كلها بتجري ورا الحطب الكهرباء دلوقتي ما فيش حته في الساحل البحر الاحمر او حتى لغايه جنوب الوادي لغايه وصلنا لغايه رفح لغايه سلوم خلتين. شلاتين أه؟ فيها بحطات حلايب وشلاتين وشلاتين طبعا حليبو كل شلاتين. ده لازم الـ 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 كل البيئة الأساسية سواء كان طرق كباري كهرباء ردود جديدة بس. بس. كل ده بيتعامل مع بعضه وكان في التنسيق اللي بين الكهرباء وبيني كان مستمر عشان لما نعمل حاجه تخلص نفس الوقت طب على ذكر التنسيق سياده الوزير ماهر اباظه العلاقه هنا الشخصيه الجيده ما بين وزير الاسكان سلام. ووزير آه. الكهرباء ضروريه نعم واساسيه جدا عايزه كلام جدا نعم الله عايزه رد. كلام نعم الله آه. آه. مش عايزه كلام طبعا آه. يعني الو يا اخويا ماهر آه. يخلص الموضوع ما عارف أني ورايا محب وخدام لبلده باخلاص يعني من قيم التقدم الحب آه والود والاحترام والتعاون الكويس وبعدين هو هو راجل نشط قوي فاز بابلو شاطين زيه نجري آه محطات آه الكهرباء اتعملت كلها احملها راحت في المناطق دي كلها على فكره برضو مش عايزين يعني نفوت صالون المهندس حسب الله كفراوي حضرتك موجود فيه ونسال حاجه عن الكهرباء احنا يعني مصر مش معرضه زي اللي حصل في الولايات المتحده انقطاع مثلا لمده كان كذا كان سبع ساعة. ساعه او اكتر اربعه ايام أيام أربعة آه. آه. يعني اللي هي اللي كانت بين كندا وبين آه. يعني جنوب كندا وشمال أي... آه. نعم. لا شوفي حضرتك مفيش حاجه مش ممكنه لكن دلوقتي شبكتنا الحاليه السد العالي ما هو أقاموس برضه كان ضمن الأبطال كفروا بيه فالسد العالي بطاقته أصوات واحد بطاقتها أصوات اثنين بطاقتهم اسنا نجا حمادي وأسيوط وبعدين الحطات الحراريه اللي حضفناها بقت يعني كميه الطاقه الموجوده لما يعني مدينة سنه 80 كانت حوالي 17 مليار كيلو ساعه وصلت ل وسبعة مليار في خلال لغايه تقريبا لغايه الوقت يعني 25 سنه اه اه فالتقد... بعدين بقى راحت فيه فردت ما هو ما دام في تعمير يبقى لازم في كهرباء ما دام في بيوت بتتبني لازم في كهرباء مناطق آه فيها سياحه لازم في كهرباء فكل ده بالتنسيق بيني وبينه احنا قعدنا مع بعض فتره وبعدين كنا بقى اصحاب وحبايب قبل وزاره احنا آه. تقبلنا احدى الاثنين كان هو طبعا من من قاده اللي شايل على على كتفه السد العالي وانا كنت مهندس كهرباء وكنت طبعا برضو يعني تحت يعني اقول ايه تحت قياده الله يرحمه صديق بي سليمان فكنا بنتجمع مع بعض وبعدين بقى هو مشي وبقى 77 وزير وانا حصلته بعد ثلاث سنين <applause> فرصة وجود حضرتك في صالون المهندس كفراوي بتكلم في ايه؟ عايز اسال حضرتك كوزير داخليه يعني طبعا كل الوزراء يتوددوا الى وزير الداخليه ويبقى كده في علاقه حتى لو كان في علاقه حب واحترام طبعا انما بيبقى فيه خوف شويه من وزير الداخليه لا طبعاً فكيف كان يتعامل لا لا لا, 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 لا. على اساس إن لا لا وزير الداخليه ملم يعني الواقية واقيه عندنا الفكره المظله انا متصور ان وزير الداخليه ده مظله واقيه للوطن ولكنه ملم أو يعني هكذا نفهم ان وزير الداخليه ملم بكل شيء طبعًا يعني زي ما بنقول في المثل يعرف دبت ومال النملة النملة وماله في بعض الوزراء بيستغلوا او يعني بيستفيدوا من هذه المعلومات المتوفره لديهم بيتعاملوا بنفوزهم بشكل يمكن يعني يثير الرهبه أكتر ما يثير لا لا, لا 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 لا, آه لا الكلام فيه. بتاعك صحيح بعد اذنك يا حسن بيه يعني اي وزير داخليه نعم. لازم يبقى فاهم ان هو مهمته الاساسيه هو بيمثل هيئه الشرطه نعم هيئه الشرطه دي لها مهمتين تفرض هيبه الدوله وهيبة القانون عشان يبقى مجتمع متحضر عايشين فيه نمرة اتنين وزير الداخلية بقى بحكم مسؤوليته كعضو في مجلس وزراء وكعضو في وزارة إذا لقى أي مشاكل في أي وزارة إذا وصل يعني معلومات له بأي صورة من الصور إن في مشاكل في الوزارة الفلانية في مشاكل وزاره لازم بيحيط الوزير علما بيها نعم. يعني ك كزميل له وكحرص من الاثنين على انهم في مسؤوليه وزاريه بتجمعهم الاثنين نعم. في وزاره معينه فاي مشاكل لازم تتعالج طبعا فقطعا في علاقه ود بين الوزراء كلهم في شك طبعا وفي علاقة تضامن وعلاقة تعامل وعلاقة احترام كل حاجة لا اتصور غير كده هو واضح يا يعني يا ست المهندس الحقيقة كمية الحب كتيرة قوي يفصلون حضرتك من اصحابك الحقيقة كثير انا بقول لسعادتي نعم يعني انا يعني كم وزير صحة عاصرتهم كلهم اصحابي نعم وكل وزارة الداخلية اصحابي نعم انما اللي بحس انه جوه قلبي ابراهيم بدران اللي بحس انه جوه قلبي ماهر أباص اللي بحس انه جوه قلبي حسن وباشا وكله اصحابي يعني يعني سواء كنا مصطلحين او متخانقين تتخانقوا كتير كنتوا؟ <ويقفت> لا طبعا احيانا في المصلحه العامه نعم احيانا في اختلافات طمع. اصل الواحد بيبقى طماع عاوز يعمل حاجه نعم. والكميه الامكانيات اقل وبعدين ما انا عايز أقولك يعني زي ما بيقولوا الخلاف في الراي لا يفسد الود قضيه صح عن اصحاب اه بيختلف انما في حد اقرب من حد نعم. مش كده؟ نعم. احنا في يعني في نهايه صالون المهندس حسب الله الكفراوي اسمح لنا نسال جوف حضرتك وبعدين نسالك في الاخر نسأل الدكتور بدران فعلا بصراحة دكتور بدران وفي كلمة واحدة الوزارة ادتك ايه واخدت منك ايه ادتني مصر شفت مصر من بورسعيد الى السلوم الى شلاتين الى اسمها ايدي السد العالي وجنوب السد العالي انا ركبت مركب مع حصة الضبيه رحنا لغاية اثر وقدندان على وقدندان وصلنا لغايه ادندال وشفت بلدي عاوزه ايه طيب اخذت الوزاره منك ايه دكتور؟ عمري اخذت عمري والله برغم أنه سنتين لغاية النهاردة برغم سنتين لغايه النهارده انا حامل يعني هم المريض المصري سياده الوزير ابو باشا الوزاره ادت لحضرتك ايه واخذت منه منك ايه؟ ادتني مسؤوليه ومكنتني ان انا اخدم بلدي في ظروف حرجه وقدرت اقوم بدوري بضمير يرضيني واخذت مني دمي وحياتي المهندس ماهر اباظ والله انا بقى يعني انا لو يعني انا بديت في الكهرباء من ساعه انشاء الكهرباء سواء كنت في وزاره الاشغال انا كنت تبعهم زمان وبعدين بقى <applause> فماشي في خطوات خطوات لغايه لما جيت في سنه 80 خطوط في الوزارة. نعم فيعني فكان عندي وانا وانا وكيل وزاره وكل وكيل وزاره امال واسعه قوي لكن ما كانش ممكن تحقق نعم. يعني الفرص طبعا محدوده بالنسبه للموظفين لما جت في في الوظيفة, الوظيفة الوزير كان عندي فرصه اكتر اني اتحرك اكتر واخد بلدي بقدر امكاني في المده العاده يعني اذا الوزاره ادت لحضرتك الفرصه لتحقيق الحلم الحلم لخدمه الشعب المصري طب طيب منك ايه والله ما اقدرش اقول خدت مني حاجه هي هي ادتني بس فرصه اني اخدم بلدي صاحب الصالون لا ما فيش شك طبعا ان اتعلمت اتعلمت كتير يعني عرفت مواجع مصر وحلمت بهمومها وربنا اكرمني ان معظم اللي حلمت بيه حققته يعني وانا خارج من الوزاره ما حسيتش ان لسه ناقص حاجه كان لسه اعملها وما عملتهاش كنت راضي كنت راضي راضي و... ولا زلت راضي ولما ببص ورا ظهري بحمد ربنا وبشكر فضله انه اداني هذه الفرصه فرصه العمر ان انا اخدم بلدي واخدم ذاتي احقق ذاتي نعم والرضا لمن يرضى ورضيت وراضي حسب الله الكفراوي شاكر. احنا بنشكرك جدا في كلمه بس عاوز الساعة اقولها الساعه خلصت على يعني. طول عاوز آه. اقول لك كلمه نعم إن بعد ده كله من نعم الله عليك ان فعل ونسب اليك هو ربنا اللي بينور الطريق تمام للفرد اللي عاوز يعمل حاجه باخلاص بينور له ويفتح له ابواب لا يمكن كان يتصورها م. دكتور ابراهيم بدران احنا بنشكرك لا لا احنا بنشكرك على الكلمه الجميله دي وبنشكر سياده الوزير حسن ابو باشا وسياده الوزير ماهر اباظه وعلى راسهم طبعا وكرم ضيافه صاحب الصالون ربنا مهندس حسب الله الكفراوي جدا. ويعني بنختتم هذا الصالون سيداتي سادتي باجمل كلمه طبعا كل الكلام جميل ولكن الرضا فعلا لمن يرضى واحنا بنشكر صاحب الصالون اخيرا وبنحييكم ونرجو ان نكون قد قدمنا لحضراتكم هذه الباقه من الصداقه الانسانيه الرفيعه اللي جمعت اصحاب الصالون اثناء وجودهم في الوزاره وايضا بعد خروجهم من الوزاره بنشكركم وضيف جديد لصالون فلان الاسبوع المقبل ان شاء الله.